يا ترى مين هم اهم وانجح 5 صفقات للاهلي في اخر 10 مواسم؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الافضل اللي يمكن بقالنا كتير ما بنعملش منها وانشغلنا عنها شويه بسبب طبعا زحمه ماتشات الاهلي وكمان تالق بعض اللعيبه، فراجعين تاني نعمل حلقه جديده من حلقات الافضل ونتكلم النهارده ونختار كده مع بعض افضل 5 صفقات للاهلي في اخر 10 مواسم. وطبعا زي ما انتم عارفين الكلام ده من وجهة نظر الشخصية المتواضعة، وهنبدأ دلوقتي بقى من المركز الخامس لغاية لما نوصل كده مع بعض للمركز الأول اللي هو طبعا هيبقى أهم صفقة للأهلي في آخر 10 سنين. وفي المركز الخامس معانا كخامس أفضل الصفقات اللي الأهلي عملها في آخر 10 مواسم هو يا سلام عليك يا إيفونا، كل المدافعين مكملين جري معاه، وقف هو فجأة وقال لهم اتفسحوا انتوا بقى. الراجل اللي انضم للأهلي في موسم 2015 واللي في التوقيت ده كان واحد من أهم وأفضل اللعيبة في أفريقيا وكان جاي له كمان عروض كتيرة جدا، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا بالصفقة دي بتوفيق ربنا ثم طبعا اجتهاد هيثم عرابي اللي وقتها عمل مجهود كبير جدا في الصفقة. لعيب كان تقيل جدا وكان مرشح لأكتر من نادي أوروبي، والأهلي دفع فيه في موسم 2015 حوالي 3 مليون دولار. كان عمره 23 سنة وكان مهاجم منتخب الجابون الأساسي وقدم مباريات عظيمة جدا مع النادي الأهلي، أهمها طبعا مباراة الزمالك وهدفه في الشناوي. في وسط ثلاثة يا نهار أبيض يا نهار أبيض. ولعب مع الأهلي 31 مباراة، سجل 13 وصنع 5، وبقرار جريء جدا من المهندس محمود طاهر رحل إيفونا من الأهلي إلى الدوري الصيني بعرض وصل لأكثر من 8 مليون دولار. فطبعا بالرغم من تميز إيفونا إلا أن العرض كان ضخم ومغري بشكل كبير. حتى إيفونا نفسه بعد ما انتقل للدوري الصيني وبعدها انتقل للدوري البرتغالي في إحدى اللقاءات هناك قال: لم أكن أريد الرحيل عن الأهلي، كنت أريد الاستمرار وحصد البطولات وكتابة التاريخ، ولكن العرض كان كبيرا وضخما وكرة القدم أصبحت بيزنس. أما بقى في المركز الرابع أو رابع أفضل الصفقات اللي نجحت مع الأهلي واللي كانت مميزة في آخر 10 مواسم هو التاسعة بتوقيت الأهلي وبأقدام أجاير. الراجل اللي كان عنده مزايا كتير جدا زي إن هو كان سنه صغير وكان بيشارك مع المنتخب النيجيري في الأولمبياد وكان بيمتلك قوة كبيرة جدا وكان بيحجز على كورته بشكل عالمي، نفس الوقت كان عنده مهارة بشكل رائع وبارع ومميز. لعيب كان كعبه عالي على الزمالك وكان بيبقى موفق جدا قدامهم ودايما كان بيبقى ليه ظهور مختلف. ولعب مع الأهلي 161 مباراة، سجل 41 هدف وصنع 30، وللأسف مع مرور الوقت وتعرضه للإصابات الكتيرة افتقد كتير جدا من تميزه ومهارته ورشاقته. أما المركز الثالث أو ثالث الصفقات اللي كانت ناجحة هو القناص المغربي وليد أزارو. الراجل اللي ياما ضيع فرص سهلة جدا قدام الجول وجاب لنا كلنا شلل، ولكن كان لعيب مجتهد وعلى مستوى الأرقام قدر ان هو يكون لعيب ناجح وصفقة ناجحة. في موسم 2017 كان هو هداف الدوري برصيد 18 هدف، وبشكل عام لعب 89 مباراة سجل 41 وصنع 16 عشان يكون واحد من أهم الصفقات ومن أنجح الصفقات للنادي الأهلي. أما بقى تاني اللعيبة أو تاني الصفقات، الراجل اللي ماشي مع الأهلي بقاله فترة بسم الله ما شاء الله بشكل مميز جدا وهو ميسي 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 ميسي. واحد من أنجح الصفقات ومن أكتر اللعيبة اللي أنا شخصيا كنت مقتنع بيها جدا، حتى في وقت ما كان مش موفق او في وقت ما كان مصاب كنت بشوف ان هو لعيب كبير ولكن ما توفقش او حظنا وحش او حظه هو وحش، ولعب معانا 59 مباراة سجل 15 وصنع 15. اما بقى المركز الاول انجح صفقة للنادي الاهلي على الاطلاق، مش هقولك، لا خلاص هقولك انجح صفقات الاهلي في الفترة الاخيرة هو يا عيني عليك يا معلوم، يلا حطيت كورة يا عيني عليك يا معلوم، يلا حطيت الزغلول اهملك يلوم. ودول كده كانوا افضل 5 صفقات وانجح اللعيبة المحترفين اللي لعبوا للاهلي في الفترة الاخيرة،
وفي لعيب كمان يمكن يكون مش ضمنهم ولكن كنت بحبه وكنت مقتنع بيه برضو بشكل كبير، وهو المغربي بدر بنون. احب اعرف رايك في الاختيارات دي، وهل بتشوف ان لعيبه تانية ممكن يكونوا افضل من دول ولا بتتفق معاه في الاختيارات؟ وما تنساش طبعا تعمل لايك وشير وفولو على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفك في فيديو جديد.